وصلنا للجزء الأخير من lesson 7. exercise B, write a postcard in your copy book. write a postcard in your copy book. لاحظ هنا شباب، احنا كتبنا، ومع الأسف قسم الطلاب ما كتبوا، كتبنا وعلمتكم الطريقة وجزيتكم نموذج كلش حلو، وبعض الطلاب ما شاء الله عليهم التزموا وتقيدوا بشكل جميل جدا. و we know now what is the difference between postcard on the letter and the stamp and so on. الآن مطلوب من عندنا شنو؟ نكتب هذا البوستكارد، يعتبر واجب، ممكن يجيب الأسئلة. اكتب بطاقة بريدية. شنو الشروط اللي طلب؟ عرفنا الزمن، عرفنا المعلومات، عرفنا شنو هي البوستكارد، عرفنا الجمل اللي نتقيد بها. لاحظ هنا imagine you are a visitor on holiday in Iraq. تخيل نفسك انت زائر عربي اجنبي تزور العراق. ليش؟ خاطر تعرف تعبر عن العراق. اوكي. write a postcard to a friend in another country. شو تقول له صديقك؟ here are some things you can write about but you can use your own ideas. انت انا اعطيتك الحريه تستخدم الافكار مالتك. these are not in order. هذه ليس على ترتيب وليس مرتبة، بإمكانك تختار أو تغير. A. When you are arrived. B. Where you are staying. Hotel with friends. Okay. When راح تقعد. Friend's house. C. The weather. You can talk about the weather. Too hot. Too cold. Just right. Wonderful. Nice. Places. D. The people. تتحدث لنا عن الناس. The food. تتحدث لنا عن الطعام. F. Things you have done. You have done. شوف مضارع تام. أشياء سويتها. Anything strange. شيء غريب. New. يا شباب الغاية من هذا عندنا صار عندنا ملكة وقدرة عن التعبير عن الـ description، الوصف وتعبير عن نفسنا واختيار الأفكار والجمل. نصائح هذه كالعادة موجودة. Writing tip 4: When you write postcard or a letter, try to make it interesting for the reader. شلون نخليه interesting؟ شلون نخليه ممتع ومشجع؟ من خلال الأفكار وترتيب الأفكار، ما نكرر الجمل، الجرامر الصحيح، السبيل الصحيح. Try to think of things that will be interesting in the reader. تعتقد في شيء راح يحب يستمع للقاء، طبعا فكرة جملة. Try to make your reader laugh or smile. Write about your own feelings. واكتب عن، طبعا هذه النقطة حقيقة أنا مرات أستمع إلى أو أقرأ بعض أفكار الطلاب، حقيقة أستمتع بها. ولا تتصور انه هذا النشاط ابدا، هذا كله يشكل عندك بناء وقدره بالمستقبل. اني كتبت نموذج، this is a pattern، ممكن تاخذ بي ممكن ما تاخذ بي. dear تختار الاسم. Iraq is توصف لنا العراق. Iraqi people are الشعب العراقي شلونه، تعطينا صفات. شوف هذا مضارع بسيط، عندنا نحكي عن صفات حقائق. I have been to، أنا ذهبت to، تختار أماكن. Also I have visited، أيضا زرت to، إذا أكون أماكن، إن أنا أماكن ممكن سويت بها فد فعاليات نشاطات، إن ألا أماكن مؤسسات معالم. Okay. The food in Iraq is very، شلون الطعام في العراق. And إذا عندك صفة أخرى. I have tried، شنو أكلت، شنو جربت، تتحكي على الفود، شنو جربت. أنا اختصرتها، ممكن بعد تتحدث عن الجو، ممكن مثل ما أخذنا. I have bought you، شنو اشتريت له، بعدين تكتب جملة التوديع، بعدين تكتب اسمك. لاحظ هنا أنا أكثر من شغلة، تحدثنا عن الجو، فشي غريب تحب تتحدث صار حدث لك، والناس الطعام قلنا هاي كلها تحدث، فشي جميل، شي جميل، شي ممتع أنه طالب يعبر. وتعبيراتكم كانت كلش رائعة، بس مع الأسف على الطلاب اللي عايفين الدروس وتاركين الأمور. على كل حال شباب خلص هذا الدرس، وإذا عندك أي سؤال وعدتكم أسجلها وهي تاني سجلتها، وإن شاء الله تراجعوها، وإذا عندكم أي سؤال تدللون. شكرا.